علشان نقيس الاي سي جي عندنا مجموعه من الليدز نقدر نحصل منهم على سيجنال زي ما احنا قلنا كده بتعبر عن بروجكشن للثري دايمنشنال كاردياك اكتيفيتي على الدايركشن بتاع الليد دوت. اول واحد واهم واحد الحقيقه لازم دايما يستعمل هو حاجه بنسميها الايدهوفن ليدز، او ساعات بيسموها الباي بولر ليمب ليدز. الحقيقه بيسموها باي بولر علشان هو بيحط الكترود عند الرايت ارم والليفت ارم والليفت ليج، او بيسكلي ساعات ممكن يحطها هنا، يعني ممكن يحطها في الجزء دوت هنا كده في الـ، يعني مثلا الرايت ارم يحطها هنا على الـ على الجزء العلوي من الـ من الارم، والليفت ارم يحطها هنا، والليفت ليج يحطها مثلا على البطن مثلا تحت شويه. في الاخر هو بيكون مثلث بالشكل ده كده. لما ببص على الفرق بين السيجنال بتاعه الرايت والليفت ارمز ببقى ببص على الليد 1، الفرق بين الار والاف اللي هي الرايت ارم والفوت ده بنسميه ليد 2. الثالث بقى اللي هو بين الليفت ارم والفوت هو ليد 3. زي ما احنا شايفين كده الثلاثه موجودين في بلين واحد، وهو البلين بتاع اللي هو الفرونتال بلين، البلين اللي هو بتاع منطقه الصدر عموما، اللي هو بتكلم على الحاجه اللي هي في الامام، يعني اللي هي المنطقه الاماميه بتاعه الجسم. فبنتكلم على ان اول حاجه الليد الاولانيه والثانيه لو هما موجودين عندي اقدر احصل منهم على الثالثه، لان هما زي ما احنا شايفين كده هو عباره عن مثلث. لو عرفت دي وعرفت دي اقدر اجيب دي في منتهى البساطه. فهما بيسكلي عشان كده دايما الطبيب ممكن يبص على واحد واثنين وبعد كده ممكن ثلاثه يتجاب من واحد واثنين، مفيش اي مشكله خالص. فده بيعبر لي او هما بيسموه الباي بولر ليد علشان هو بياخد دايما الفرق بين تو الكترودز، باخد الفرق بين الالكترود ده والالكترود ده، او الالكترود ده والالكترود ده، او الالكترود ده والالكترود ده، لازم يبقى في فرق بين تو الكترودز، عشان كده بيسموها باي بولر. يعني النقطتين اللي انا باخد الفرق بينهم مفيش نقطه فيهم كومن. لا ده هو بيسكلي بنتكلم على ان هما الاثنين فيهم سيجنال وانا باخد الفرق بين التو سيجنالز بتوعهم. الحقيقه بالنسبه للرايت ارم زي ما نشوف بعد شويه، عاده ممكن ان احنا نستعمل رايت لاج علشان حاجه مش جراوندنج بقى بالظبط، يعني بسميها حاجه زي اكننا باخد كومن كده او بقلل بيها حاجه اقول عليها بعد كده، يعني بتقلل بعض انواع النويز اللي بتبقى سوبر امبوز على الاي سي جي. بس عامه بالنسبه للقياس الرايت لاج ملهاش اي دخل في القياس خالص.